نحن مستمرين بفقراتنا ووصلنا لفقرة يا غنى كلنا بنحبها، يعني بس نكون عم نحكي عن الحواجب الرموش المكياج، يعني بخلاصة الموضوع كيف بنهتم بإطلالتنا وجمالنا مع خبيرة التجميل الليلة معنا وبضيافتنا نهى معود، نهى اللي دايما تعودنا على لمساتها الطبيعية ودايما هيك عندها شعار انه المرأة تطل بشكل كتير طبيعي حتى مين ما شافها ما يقولها شو مغيرة، يقول شو طالعه حلوه، لانه هاش مغيره انا كثير بحبها. شو مغيره انه قبل ابشع يعني ما في بنمسي بالخير نهى، يسعد لي مساك نهى واهلا وسهلا فيك. بونسوار ميرسي، كيفك نهى؟ ماشي الحال انتو؟ الحمد لله تمام. نهى دائما في قصص جديده وافكار جديده عندك، ما لحقنا يمكن نحكي عن المكياج وشو الموضه، انت بتخلقي موضه ما بتشبه غيرك، الى التاتو او الحواجب خلينا نقول كثير طبيعيه وتقنيه جديده رح نحكي عنها. بشو بدنا نبلش؟ يلا اللي بدك اياه الهواء الي. نحكي على الحواجب مثل ما بدك اذا بتحبي. بنحكي عن الابتكار الجديد اللي اكثر شيء هلا عم يسالوا عنه الناس وكثير عم بحبوه، للي هو الشعره شعره الدبل ستايل، للي بينشغل بطريقه وكانه انت عندك شعر حتى لو ما عندك شعر قادره تعملي شعره شعره وما يبين انه انت عامله تاتواج. هيدا السيستم بيصير انه بينرسم الشعره مع خياله، فيه ينعمل حتى للي شعره اسود او حتى للشقره، لانه للشقره عم ندخل لونين شقار، الشقار الغامق والشقار الفاتح، للي بيعطي التمويجه الطبيعيه مثل تماما ما بيعملوا لشعراته ليبينوا بشكل طبيعي، بيعطوا هيدا التمويج الشقار الطبيعي. نهى فاجئتينا اليوم، لانه انا بعرف عاده لما صبيه او ست بتكون عامله تاتو بتروح بتتوجه عند ميك اب ارتست ترجع تعمل تاتو عن جديد وتزرع شعره شعره، بتقلها ولا ممكن لانك كنت عامله تاتو قبل. اليوم عم تحكي عن تقنيه جديده والعكس تماما، يعني عم تسهل حياتها للمراه من هالناحيه. مزبوط، انه حتى لو عامله تاتواج عادي قادرين العادي نرده لطبيعي شعره شعره بطريقه او بتقنيه معينه، بلا وجع بلا دم بنقدر نفضي الحاجب من التاتو القديم ونرد له الفراغات للي كان من المفروض انها تكون، ونقدر حتى نحول الالوان للي اذا هي مثلا عامله تتواج وصار احمر او بيكون صار كثير قديم، بيكون صار قديم والبني كثير طبيعي انه يصير احمر. بس اكبر غلط انه نعمل تاتو فوق تاتو بلا ما نقتل الاحمر ونشتغل على الريد ستوب. بس ليش هلا انه عم متوجه للاكثر شيء طبيعي، يعني يبين الحاجب كانه شعره شعره وهو ما عمل له تاتو؟ لانه اليوم بتعرفي كل واحد يعني لا سامبليسيتي في لا بوتي، بنقول انه قد ايه بتكوني طبيعيه قد ايه بتبيني اجمل. ما بدي بين انا انه ميك اب حلو على قد ما انا بدي بين انه مبينه حلوه ولبق اللي عملته. فكرمال هيك دائما بنتوجه لنبين طبيعيات بكل شيء بحياتنا، لانه دائما لما بتبيني انه انت اصلا حلوه مش مثل ما لانه حاطه ميك اب حلو. ذات الشيء انه انت مانك عامله تاتو او عامله تاتو ناتشورال غير ما تكوني عامله بلوك اسود او بلوك عاتي على حمار وعاتي مش لابق، اهم شيء يكون بيبقى يعني ما بيروح. مزبوط، على سنتين بخف، على سنتين بخف، وتدريجيا التاتو اللي نحن بنعمله عم نقول اذا انا عملت مثلا تاتو لشخص منه عامل وحابب انه هالتاتو ما يضل فور ايفر، قادره اشتغل تقنيه على السنه، على السنتين بيروح التاتو ما بيضل. في تقنيه بيروح تماما تماما التاتو. الترند او الموضه اكثر هلا الاتجاه لهيدي الصيفيه نهى الحواجب العريضه. نهى بتنصح السيدة انه تتوجه للحواجب العريضة لانه ممكن بعد فترة معينة هو الحواجب ما يعودوا دارجين، يمكن بدها ترجع تردهم للرفيع، ومن الصعب يعني اذا غلطة صغيرة صارت من الصعب انه نصلح، خاصة لما بيكون في اخطاء من قبل كمان معمولة. مزبوط، هيدي شغلة كثير عم وجهها، واكثر شيء للصبايا للي جديد هلا ببلشوا بالموضة وبيتأثروا بإكس وإيكريك وبدي ستايل مثل فلانة ومثل، لا المفروض نشوف شو بيلبق لوجهنا، ما بنعمل عريض لانه دارج، بنعمل عريض اذا بيلبق لك عريض وبدوغري معين. صدقيني بنقعد بنعمل حوار انا واشخاص عم يطلبوا اشياء ما بتلبق لوجهن، حتى اقنعهم ليه ما بيلبق. هلا اليوم مش حيلا تقولي ما بيلبق، مهم تفسري لها انه اليوم عرض جبينك له تاثير، المساحه بين حواجبك وعيونك لها تاثير، عرض وجهك، تكوينك اذا كانت صغيره ما فيك تكبري حواجبك كثير، فكله بدك تاخذيه بعين الاعتبار، كما انه بدك تاخذي بعين الاعتبار الالوان. مش حيلا تقول انا بدي اترك شعري حاجبه غامقه سوداء وشعري اشقر كثير
وبدي تاتو بني. لا اليوم بتعملي تاتو بني بس بدك تصبغي شوي شعري تحواجبي. حتى نهى لو البشره كانت بيضه 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 يعني اذا عملها لون غامق ببين بيفضح يعني للبشره البيضه والشقره شعر اشقر في لها لون معين لبين بهالشكل الطبيعي. اكيد لانه بدك تعطي الديجرادي بدك تاخذي ما بين لون شعره حجبها الاساسيه وتجمعيها ما بين لون شعره شعرتها اذا كانت مشقرتهم. فهيدي اكثر شيء بتساعد لما ندخل لونين واوقات بدخل ثلاث الوان. ولو بشره السمراء كمان العكس شو بتستعملي الوان مش داكنه كمان؟ هيدي شغله كثير مهمه هون تركيبه الالوان بتصير حسب نوع البشره عفيك كثير هيدي شغله مهمه. اليوم غير انه انا بدي اختار اسود مثلا لك بختار لك تركيبه لون معينه مش هي ذاتها اللي بختارها لزميلتك مثلا لانه الجلد اذا كانت فاتحه كثير وحطيت لها زيت السواد اللي بحطه للسمرة بيعطيني غير الريزلتا اللي لازم انا بدي اياه. يعني نوعا ما نشوف صور نحن وياكي هلا بس هو بالعاده اذا بنلاحظ حتى لو كانت السيده يمكن شعرها اسود او بني ما بيصير ما بدي يعني الميك اب ارتست ما بتتجه للون التاتو يكون اسود دائما بنضلنا نفتح من ميل للبني فاذا بدنا نصلح يكون في احتمال للتصليح اكثر من الاسود. مزبوط هو دائما قد ايه بتخففي كميه التتواج قد ايه بتكوني عم بتكوني اون ذا سيف سايد تقدري تغيري بعدين واهم شيء انك ما تعرضي دغري تاخذي القياس اللوجيك اللي بيناسبك. وبعدين في شغله انه في اشخاص مثلا بيسالوني على التليفون او لك انا اذا بدي اعرض حواجبي انا وجهي كبير انه هون بهيدي الحاله فيها اذا منا قادره تتوجه لعندي قبل ما تجي وتعمل التاتو فيها تبعت صورها على الفيسبوك بيج او الويب سايت للي هو باسمي نهى معوض وانا بقدر حتى اتواصل معها جاوبها اي ستايل بيلبق لها فرجيها صوره بيفور اند افتر مثل الحاله اللي عندها اياها تقدر تحطها بالاجواء تكون مرتاحه كمان ومقتنعه بالشيء اللي عم تعمله. عم نشوف بعض الصور عن المكياج حتى لو حواجب حلوه ما بتكمل تطلق لما مكياج يكون بيلبق كمان للست. اليوم نهى شو التاتش اللي انت بتتميزي فيها اليوم الست بس بدها تتوجه لعندك كيف بدها تطلع؟ هلا انا اهم شيء من تحت ايديك هلا اهم شيء شو بيلبق لها وشو المناسبه. بدنا نسال شو المناسبه اول شيء وشو ستيل اللبس. هيدا نهى هيدي انت يغسل عين هيدي انا مثلا ما حلوه هيك وحلوه بالصور كمان ميرسي. بقى اللي كنا عم نقوله انه بدنا نشوف شو لابسه ستايل الثياب لانه اليوم لو عندها ذات المناسبه ممكن تكون شخص لابس سامبل شخص لابس كثير قبيه فبدي اشوف شو لابسه الالوان والمناسبه قد ايه قريبه قد ايه بعيده وشو بيلبق لها. بنجمع هول كلهم مع بعضهم بناخذ ريزلتا منيحه. وانا بالميك اب بشتغل بالاكوا ميك اب للي كثير بفضلها لانه نحن عم نشتغل اكوا ما في شيء بيطير لا على الرموش لا على الحواجب فبصير الوجه كانه عامله فوتوشوب بلا يعني من خلال ادخال المي بتشتغليه بالمي يعني كل شيء بشتغله بالمي فهيدا الشيء بيعطي نظافه للوجه وبتقدري تعملي مكياج ناعم بس غني ما ضروري تقوي تتعاطي يعني في نضاره بالفوتوشوب مثلا بنلاحظ الجبين فاتح حوالي الانف كمان فاتح هول كلهم بتقدري تلعبي فيهم بالمكياج بالمكياج بالوان الفاونديشن بتنصح الوجه بتضعفي هول كلهم بيصير في كوركسيون احنا وعم نعمل كما انه الشفاف فيها تكون عامله تاتواج لشفافها ناتشورال ما تعود تحط حمره ناتشورال ما يبين انها عامله حمره هي بركز عليها الا اذا في ناس بحبوا على طول يبينوا حاطين حمره بس الاكثريه ومنفضل انه تعمل التاتواج للي بيبين طبيعي ذات الشيء بالميك اب بنعمله طبيعي اذا ما عامله تاتو وبنترك المكياج العيون تحكي اكثر هلا هيدي تبرز العيون بالمكياج الا اذا عملنا الستايل اللي هو الاي لاينر لحاله فساعتها حلو نقوي الحمره وحلو كمان هون الرموش لما بنشتغل بالاي لاينر مش هيك؟ انه عندي تقنيه معينه بتشتغلي فيها بالنسبه للرموش يا ريت تخبرينا عنها نهى. هلا الرموش في عده طرق، في زرع الرموش للي بضاين كثير للي انا ماني معه وكل شخص ركب رموش اللي بضاين على شهرين وثلاثه في اللي بيعرفوا أوكي. تماما انه الرموش كثير بيتعبوا فكرمال هيك نحن مش مع تقنيه الرموش اللي بضاينه. هلا الرموش انه نبرمهم هن ذاتهم مثل ما رح نشوف ريبيكا بعد شوي وعم نشوف هلا الفيديو انه الرموش هن ذاتهم اذا كانوا هابطين قاشطين قادره انا ابرمهم وعليهم
واعطي فتحه للرموش بتعطيني جمال للعين كمان طبيعي حبيت. بلا ما تحط حتى زياده رموش او تضطر تكتر ماسكارا تشد رموشة طلوع. طب ما بيتقطشوا الرموش؟ ما انه ما في لها اي سايد افكت؟ ابدا، لو كان بيأذي ما فينا نعمله، لانه اليوم اهم شيء تعملي شغله للسيده انها تنبسط فيها بعدين تترجع توثق فيك وتسالك شو لازم اعمل انا هلا وبدي ارجع اعيد هيدي التقنيه. هيدي التقنيه اللي استخدمتيها اليوم على وجهك نهى؟ لا انا رموشي هن مبرومين، بس هي تقنيه برم الرموش بتنعملوا بتضاين 3 شهور، وعلى كل 3 شهور بيقدروا يجددوها. بترجع بينعملها ريفيل يعني؟ نعم، مش ريفيل، بترجع بتنبرم عن جديد وبتضلها فيكس مبرومه، ساعتها بدربت ماسكارا وحده بتعطيني فتحه وجمال للعين. حلو كثير. فكرمال هيك بنقول دائما ما نتسرع ونروح نعمل بوتوكس وفيلرز دغري قبل ما نشوف اذا اليوم قادرين نستخدم اشياء اكثر سامبل ونعطي فتحه لعيننا وجمال. والتقنيه سهله، ما فيها وجع، ما بتحرق العين. عم شوف في شيء هلا مثل ليكويد عم ينحط على الرموش. مزبوط. يعني بتعرف انه كل هالتفاصيل حتى نطمن اي سيد اليوم عم بتبعنا عن هالتقنيه. ابدا ما بيأذي، مدروس بطريقه انه يكبس الرموش، يعني يكسرهم بطريقه انه تدوم وبيرجع بيفوت بقلبهم هيدا الدواء تيرجع يغذي الرمشه ويقسيها ويردها لقسوتها ولبل اكثر. هيك بتنسى هي ومبرومه. ميديكال نو كله مدروس، لانه اليوم ما فيك تشتغلي خاصه حد العين باشياء مش مدروسه وسيفتي. بتلتهي بالعين او بتحسس، يعني معك حق انه لازم تكون متقنه. وهول الاشياء بالانستيتيو بنعملهم، يعني بتعرفي مش هي فيها تعملهم بالبيت. مثل اي شيء ثاني لازم انه اختصاصيه تعمله، في اشياء ثانيه بتتعلمهم هي، مثل اذا بدها تتعلم ميك اب او تتعلم اشياء ثانيه قادره هي تعملهم، بس في اشياء افضل تعملهم بالانستيتيوت. نهى معود نحن بنشكرك لوجودك معنا، اكيد رح نرجع لك لانه هلا رح نتركك مع الموديل اللي اكيد استخدمتي لها هذه التقنيه بالنسبه للرموش اللي شفناها، واكيد رح تبلشي هلا تحضريها للميك اب. وي عم نشوفها نحن، عم نشوفها هلا على الشاشه بيفور. هلا اني رح نفك لها عين ونرجع نشوفها عن قريب لريبيكا تنشوف رموشها اللي لفينا لها اياهم كيف صاروا من بعد. أوكي. قبل ما نكتب بدي اذكر بالفيسبوك الخاص فيك نهى، نهى معود ان او يو ان او اش اتش اي ام او اي دبليو اي دي. اوكي مزبوط مزبوط. اي سؤال بيتواصلوا معك يسالوه فيهم يبعثوا للاشخاص اللي بحبوا حتى يتعلموا تقنيه التتواج الشعره شعره. ان كان هن اختصاصيات تجميل او حابين يصيروا قادرين بيومين سيمينار رح يصير اذا الله راد بلبنان وبعدين بالبلاد العربيه. كل التفاصيل على الفيسبوك اي مدى السيمينار. اوكي هيك متواصل معك. اهلا وسهلا فيك، رح نتركك مع ريبيكا واكيد رح نرجع لك بعد شوي لانه شوقتينا اكثر واكثر تنشوف تفاصيل هالتقنيه كيف تشتغلي على الوجه والرموش كيف بينقلب. وانا حبيت يعني ممكن تشوفيني قريبا عندك. يا اهلا وسهلا. ثانك يو لك. محطه اعلانيه وبنرجع بعدها لمتابعه باقي فقراتنا، خليكم معنا مشاهدينا. السبت المقبل في الاول من حزيران الساعه 8 مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه تنفرد قنوات الـ LBC الفضائيه روتانا موسيقى وروتانا مصريه.